مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في معركة طوفان الأقصى بعد إعلان كتائب القسام استهداف مروحيتين إسرائيليتين بصاروخ سام 18 في منطقتي الصفطاوي ومعسكر جباليا شمال مدينة غزة. ويعتبر صاروخ سام 18 من الأسلحة الفتاكة السوفيتية الصنع التي تستخدم في استهداف الطائرات والمروحيات، ويأتي ضمن عائلة الصواريخ المحمولة على الكتف للدفاع الجوي. ووفق تقديرات عسكرية يصل مدى صاروخ سام 18 إلى 5 كيلومترات و200 متر، ويزن الصاروخ 11 كيلوغراما، بينما يصل وزن الرأس المدمر إلى 2 كيلوغرامين و200 جرام. وتصل قدرة الصاروخ على إصابة الأهداف الجوية كالمروحيات والطائرات ذات الجناح الثابت حتى ارتفاع 3 كيلومترات و0.5 كيلومتر. يبلغ سعر صاروخ سام 18 $60,000 أمريكي، إذ يعتبر السلاح الأمثل للتنظيمات الصغيرة والقبائل في مواجهة القوات الجوية بالجيوش النظامية. وتعتبر طائرة الأباتشي الأمريكية من إنتاج شركة بوينغ التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ذات ردود فعل سريعة وقادرة على التدمير والاستهداف. تستطيع طائرة الأباتشي حمل 16 صاروخاً من نوع هاليبر الموجهة بالليزر، كما تحمل مدفعاً رشاشاً من عيار 30 ملم، وتحمل صواريخ الهايدرا 70 وصواريخ أرض جو من عيار 2.75 التي تستعمل لتدمير الدبابات والعربات المصفحة. ويصل سعر الطائرة الأمريكية إلى $65 مليون، وتعتبر طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكي. أثبتت طائرة الأباتشي القدرة على البقاء في ساحة المعركة بالرغم من إصابتها إصابات مباشرة بقذائف الار بي جي المضادة للدروع، كما أنها قادرة على العمل ليلا ونهارا وفي جميع الظروف المناخية، بالإضافة إلى القدرة على تحديد الأهداف بواسطة الأشعة تحت الحمراء.